حبايب قلبي، شلونكم؟ شوفي هاي الحشرة على الكاميرا. حشرة على الكاميرا. هلا أصدقائنا، شلونكم؟ شبخالكم؟ كان بخير؟ يعني سوينا هيك، كانت حشرة بس ماكو شيء. ماكو شيء والله. ماكو شيء، ماكو شيء، اطمئنوا. اليوم إن شاء الله راح نشارككم الثواب. لا تسوي ماما أطيب شيء اللي أنا أحبها. اليوم مقدمة الفيديو بها عرضة، ما أعرف ليش. فحبايبي بعدنا مستمرين بالثواب لأبو الفضل العباس، إحنا متعودين نسوي هماتين زردة. السنة قلت لكم هاي أول سنة أنا أسوي الخبز، شفتوها بذاك الفيديو. وبس الزردة لازم كل سنة، من زمان أسويها الحمد لله والشكر. فاليوم راح نشارككم هماتين هذا الثواب، وإن شاء الله إلنا وإلكم الأجر. فيلا خلوني هسه راح أشد البريمز ونحضر الجدر مالتنا، وشوية هم هنا تعزيلات، نظفت جوا ما شاركتكم طبعا، وشوية بخور وذن السوالف. لازم اجيب الصوندة مال المي حتى ترس الجدر. هاي عباية انه كل ساعة ضابتها بمكان. ما ادري اطبخ بالفافون بالستيل. الهريسة نطبخها بالفافون حتى ما تحترق هي والقيمة. والله الزردة بهذا الستيل أحسن. شفتيها ولا لا؟ عندك كاميرا؟ هاي المن تصورين بيها؟ متابعينك؟ هسه تفتر لنا الشمس، ترسناها النافورة. يا 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 هاي هواي صار شوي. هاي صحن ما حدا كان، نخلوه بعد شوية. اوه ايش قدر ريحته طيبة، يجنن. ما جابوه من اني اكلت. هسه شنو راح ادشن القورتي هلا والقوري مالتي اليوم للثواب. يا جبت القاعدة ما جبت القوري. لانه ما عندي فلتر فهاي لازم هو بيفلتر. اللي لزق وده اللي خلصنا. يا شوف واحد صدق ما عندنا، والبارحه انا رديت اشتري قلت لا عندنا، حتى اكو سود ومن الجملة هم اكو سود ما جبت. احنا دائما لازم نجيبين شوف ما ايديها شوفي ناشفة. يا معودة والله عالقة. هاي هنا حضرت كعك والشاي، خليت له الشمعة حتى يضل حار. هسه اجانا ثواب، شوفوا ما شاء الله لفات مال كباب. هاي ثواب ابو الفضل العباس سلام الله عليه. شوفوا خطية يدرون بيها، انا مسوية دايت، حتى انا جايبي لي بالصمون الاسمر مو بالصمون العادي. شلون لفة تجنن. صبينا وياها شاي عيني، شاي خدر، صبينا لهم شاي. ما قبلوا يبقون ضيوفنا خطية، مو ضيوفه انما جابوا لنا ثواب الشكر هذا مالتي الشكر.
نشرب شاي ونقوم نبلش بالزردة مالتنا. عبالكم ما يوزعون هنا، لا عيني يوزعون. شفتوا؟ شفتوا ايش جابوا لنا؟ لفات تخبل وتجنن. خبل وتجنن. ايه. لو انا مكملة الزردة كان اعطيتهم زردة. ايه. يلا هسه راح اقوم. هي ساعة واحدة تستوي، مو هي مع العصر يعني. ايه. بعد وقت. ها آدم راح تطبخ؟ ايه. عفية الشاطر اليوم آدم راح يطبخ لنا. ايه. هاي لازم اوديها لهناك واجيبها لو شلون؟ لازم هلا ترسل جدورة مي وهاي على مود بعد ما احتاج. ايه. يلا. هاي مي هاي. اي خليها هناك آدم، خلي الخاشوق على الجدر. يمه. يا يمه. اليوم يقول يمه آدم. مام. باقي هاي كديها وانا ايه اعرف اعرف والله تكون ديو مامي طالع ديو يوم الجا ويجنن، بس هم اكو هوا، بس يلعب لي طوبة بالبريميز. هاي تخوف اوجد كفو دير نفيس الرادنا لا هاش طق 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 سمعته سماق للكبة هاي عشان مو سبب معقلة شوفوا حاطة سماق للكبة هسه شو نسوي ناخذ صبغ الزردة هاي اشتريتها ذاك اليوم وياكم وناخذ الهيل مطحون اي هذا الهيل المطحون ومي ورد يلا تعال ناخذ ونروح حمل متعاجز سويها صفرة عادي سويها صفرة هواي مثل إمام اي شوية شوية الله عاشت ايدك هاني ماندل هاي هيل بس لا يطلع مو هيل لا هيل بس شنو راح اخذ الشكر والحليب وشنو بعد احتاج والمبروش ها والزبد هم راح اخلي لها زبد واخلي لها حليب خليت هيل وخليت الصبغه وبعد ما يورد راح اخلي وهذا المبروش مخليه لهذا لان قليل ما راح اخلي بداخلها اخلي بس للنقشه وعندي قرفه مطحونه وين الدارسين ثم الناقع من البارحه هسه هيك نطي فركه بسيطه بالايد حتى شنو بسرعه يستوي هذا مو 3 لترات اقل يمكن هذا اكثر
جبن هي ماي اصلا لين صار هو بقى ايه شمس مامي لا لا دومي مامي يلا اطبخ يلا اطبخ شوفوا ادم شلون يلا ها يلا مرد نذوبها انا وياك اساعدك قد صورنا وانت ما موجود ادم ما تدري انت وانت جاي هسه على الاخير شو تريد تصور هاي طبخ ايه تريد تطبخ ايه يلا هو تعرف ايش يقول اطبخ يلا طبخ يلا روح اطبخ هاي شيلها شيلها لي فوق يلا يلا اطبخ يلا طبخ ادم الله عافية شاطر شلون يطبخ ادم؟ انت ايش تسوي دوما؟ ماجور ادم ماجور. انت ايش تسوين؟ اطبخ. اطبخ. دا يطبخ ادم. كفو ادم كفو ماجور. عافية الشاطر. والله حلو يعرف. ايه. انا اعرف. يعرف دومي. يلا كافي. يلا خلي انه تسوي شوي. لا 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 لا. روح. يلا انه. انه ام عبية. شاطرة انه كفو مأجورة ادم احلى منها مأجورة انه يعرف يسوي احلى منها نعم بس انا احسن نعم والله هو احسن شوفي هسه تهدرت شلون تعرفيها زين هاي نشف وجهها ها اي واللونها متغير ترى اي ايه هاي هاي يصير ده مو بالإيد ما يصير. أنو تعي. لو طابخين بالعراق بالباب ازدحام اي والله والله هو المبروش الجنة ريحته يا بشي بسم الله خل ارتاح شوية يلا يسوي روح الموزع مأجورة أجرنا وأجركم شفتي
هنا شلون احط؟ ما في نقلبن. حل وشد. لا نقلبن. الحمد لله والشكر. شوفوا الجدر فرغ كله صبيته بالماعي، صار عندنا اكثر من 50 ماعون، لان هنا جماعه كلونهم فد 4 ماعين 5، وهذني حاليا عندي 50. هسه صار وقت التوزيع، لازم نطلع برا نوزع للجيران والبعيدين والقريبين. نوزع. وزعنا حتى الروسيين. مرحبا. وعليكم السلام. شنو احنا نوزع عشوائي، الروسي والالماني وهاي كلها طيناها، هو ثواب لا على التعيين. لازم اشرح لهم، اقول لهم داس في ميلش غايز، يعني اقول لهم هذا مثل حليب، رز بحليب بس عنده رفابع يعني غير لون، بس عنده رفابع. اي والله قلت له في ميلش غايز ابا عنده رفابع. امشي نوزع عادي، ما بس نوزع من اعرف منو. دق الباب دق الباب. طبعا هنا هاي العمارة البناية يمكن هذا كريسمس، كريسمس وشنو؟ نسيت شو تقول؟ تعال نصها مو موجودة. ما ادري ليش. تستغربون انه واحد يوزع اكل بلاش. شوفوا شوفوا. شوفوا ثاني مال كريسمس معلقيه هنا. هاي المرة الثالثة نطلع نوزع. لقينا سيارة عاطلة وطيناهم همزرت وهمزيتنا خاشوقة هم طيناهم. اي قلت له اكل يلا بينا تصلح سيارتك خطير. والله قلت له تحتاجون مساعدة. اي يعرفونا ما دام عربي يعرفنا. يلا سبقا عندنا هنا بس وحدة بعد البانو والاحلام وذول الناس والملكة. اي يلا يلا نوديهم نرجع. ماما قالت ابالي لسه. شلون طلعت بلا جوز داناني بالله؟ عادي يلا. هاي طبينا هنا البانو للبالكون لان ما هي قالت خلوها بالبالكونه. اي همزين هي اول طابق. هي اول طابق اي. روح ادم الا يروح. هاي هنا الاحلام. بقت ملكه وبقت هذيك العائله الثانيه. يلا ونخلص بعد ما عدنا. رحنا حتى لغير مدينة. شايفين الوجه لغير مدينة. الأجر على قد المشقة. إيه سدوه. سدوا الطريق علينا، القطار جاي. هنشوفه. ورا ساعة من يروح القطار يلا يفتحوها. راح نضل ننتظر. ولسه ساعة قبل ما ايش اسمه، يقول لك خافك واحد يفوت. شوف حتى المشي، حتى العالم التمشي. اجى اجى. واه سريع. والله اللي يمشي من هنا ينمرد. طبعا. ها والله بسرعة. شمته وبيجي. اي شمته وبيجي. ها تقولي علينا بطيئين يقولوا لك. اقلي هاي باكيت، راح نسوي مفاجأة الملكة بس ندق الجرس، واذا قالت منو قلها باكيت. اي لا نقلها احنا. ماني احجب بس لا تحجون. لا انتم لا تحجون، تعرف صوتك تحجون لا تحجون. يلا يلا فاتح شباك. اي فاتح شباك سكتوا. شوف انا شلون تمشي.
حنوش خلي يحكي بالألماني. أخو محنوش ما حد سمعني بس. تعي هلا تعي. شو سمعي؟ صار الليل ويلا رجعنا خلصنا توزيع الحمد لله والشكر. رجعنا للبيت ما سوينا غدا اليوم. يلا شوف شو نسوي شو ناكل ما ادري لان الزرده تجوع الصراحه. بقينا شفتوا الصبح انا سويت لهم كبه وطماطه وهاي قلت هاي هي وجابوا لنا انه بلفات وهسه يقولون جوعانين. جوعان انا ما عندي مشكله بس الجماعه خلنا نقع الجدر. عوف ادم هذا لا تفتر بي ماما لا تقلبه. خلنا نقعد جدر حتى نغسله لو منقعته من رايحاني هسه برد. يا الله يراد له بعد مي.